ملاحظة بسيطة قبل لا أبدأ الفيديو، إذا كنت من المشتركين جدد في القناة وما تلعب بلاك أوب زومبي فأظن هذا الفيديو ما راح يهمك، هذا الفيديو راح تشوف ردة فعلي وتحليل لإعلان لكول أوف ديوتي زومبي، فإي بس حبيت أنوه على الشيء ويلا خلينا نبدأ بالفيديو. طارق حار شباب، معكم شركيات شركيكيات شركي فيديو جديد. طيب شباب، نزل اعلان او كتسير بداية لاخر ماب زومبي تاج دير انتوتن، او بالعربي يوم الاموات او شيء من الكلام. ومثل ما شايفين تاج دير انتوتن ايثر انس، كاتبين انه نهاية الايثر خلاص. هذا الماب تأكدنا انه نهاية عالم او نهاية قصة الايثر. فايه راح اشوف حاليا مع بعض، احاول اعطيكم تحليل سريع واحمل وراح احمل فيديو ان شاء الله بعد كم يوم تحليل معمق، خليك تحليل جدا سريع. نبدا، يلا خلنا نبدا. بسم الله. With this power and the means to control it, we can go wherever we choose. At last. دومينيكي نيكولاي عم يحكي انه مع هالقوة فينا نروح لأي مكان نبيه. اوكي، منارة كول اوف ذا ديد، منارة كول اوف ذا ديد. الماب القادم هو كول اوف ذا ديد مع شخصيات الترانزيت. بدهم ياخذوا قطعة من كول اوف ذا ديد اسمها الشغلة ديفايس. One thing Justin used to do, it's a whole other thing. كل ذا ديد ما فيها ثلج. Rossman, how can you even say that? He's the sweetest guy in the whole universe. اوكي. Rossman مو واثق من بيركتوفن اللي عم يحكي مع ستولنجر. ستولنجر حكى لك كيف؟ I'm moved. هاركتوفن ليش صوته هيك؟ ستولنجر عم بيحكي لي انه ركتوفن الطف واحد بالعالم. ميتين؟ دم؟ لا سكرانين. سكرانين ولا ميتين؟ لا واضح انهم سكرانين. اوكي، وركتوفن الوحيد اللي صاحي منهم؟ ركتوفن الكبير. ليش جايبين الكاميرا على ركتوفن كأنه شرير أو شيء؟ زومبي ركتوفن؟ زومبي ركتوفن؟ قاعدين نشوف له تلميحات؟ زومبي ركتوفن كيف؟ The one who perpetuates this madness. He must be. I wish I did not have to ask this of you, but only you can do it. خلاص. واو. والله مرة واو. زومبي ركتوفن. اوكي خلينا نشوف الاعلان مره ثانيه واوقف كل شوي ونحلل. والله شو شاب زومبي ركتوفن. اوكي اول شيء السامونينج كي، شفنا كاتسين الاول انهم طلعوا من بلود اوف ذا ديد، دخلوا ببوابه من بلود اوف ذا ديد، ومن البوابه هذيك راحوا لكول اوف ذا ديد، وحاليا هم بكول اوف ذا ديد وهم يجيبوا قطعه. اللي قاعد يتواصل معهم هو ركتوفن الكبير، زومبي ركتوفن. شو اسم القطعة؟ جارثن ديفايس. بدهم يجيبوها من كول اوف ذا ديد. جارثن ديفايس. طيب اوكي خلني احاول اعطيكم نظرياتي بدون ازعاج. خلني احط هيك صوت واطي. لو اوكي اوكي لا خلينا نشيل صوت. طيب خلينا نحاول نحلل شو الاشياء اللي قاعده تصير. زومبي ركتوفن حاليا نحن اي صح، هذا طول الوقت هو زومبي ركتوفن. لو متابعين القصه، شخصيات الكبار من بعد مون، من بعد بلاك اوبس 1 بمون،
رجعوا على الأرض بشكل ما أو بآخر. شخصيات الكبار من بعد مون رجعوا على الأرض، رجعوا على الأرض لبعد ما في زومبي ما في أي شيء، كان البعد من تحكم الحكومة الأمريكية. فبعدين أخذهم دكتور كورنيليوس بارنيل وحطهم بالسجن. كانوا موجودين كلهم هناك، بس كان ريكتوفن اللي معاهم، كان ريكتوفن فاقد الوعي، يعني قلبه قاعد ينبض بس فاقد الوعي بشكل كامل. ليش؟ لأنه لما حلينا لغز باريد ببلاك أوبس 2، هو القصة مشيت أنه نحن مشينا مع كلام ماكسس. ببلاك أوبس 2 كنا فينا نمشي مع ريكتوفن أو نمشي مع ماكسس. خلنا نوقف صورة على وجه ريكتوفن نحن قاعدين نتكلم، نفس وجهه بشادو في إيفل الحين لاحظت الشيء. فلما حلينا لغز ماكسس ببارد ببلاك أوبس 2، ماكسس حط روح ريكتوفن جوا زومبي، هذا هو زومبي ريكتوفن. بعدين شفنا زومبي ريكتوفن بالكوميك قاعد يسوي أشياء كثير وقاعد يخدم ريكتوفن، ريكتوفن الصغير، ريكتوفن بروميس، يجيب له أنابيب الدم وكل شيء. بعدين بالنهاية خلنا نرجع لموضوع شخصيات مون. شخصيات مون رجعوا على الأرض، الدكتور كورنيليوس بارنيل حطهم بحبس أو بسجن اللي شفناه بكاتسين كلاسيفايد. وبعدين أخذوا ريكتوفن قاعدين يحاولوا يعيشوه. ريكتوفن قلبه قاعد ينبض بس ميت دماغيا. ليش ميت دماغيا؟ لأنه ما عنده روح، روحه بالزومبي هذا. بعدين اللي عرفناه من الأحداث والكوميك ومن هالكلام كله إن زومبي ريكتوفن بعد ما خلص مهمته كلها إجا لعند Area 51، المكان اللي محبوسين فيه الشخصيات، للغرفة اللي الدكاترة عبيحاولوا يعيشوا فيها ريكتوفن الكبير. دخل زومبي ريكتوفن، لمس ريكتوفن الكبير واختفى زومبي ريكتوفن. مجرد ما لمس ريكتوفن الكبير، ريكتوفن الكبير صحى، رجعت لروحه. هي روح ريكتوفن الكبير، انه هو اصلا كان بالهرم بالقمر. بعدين ماكسس لما فاز ببلاك اوبس 2 حط روحه من الهرم الى زومبي. هذا الزومبي شفنا احداثه بالكوميك كل شيء قاعد يسويه، وبعدين انتهى بالمطاف انه رجع روحه لريكتوفن الكبير وخلص. بعدين اجوا شخصيات من بلود اوف ذا ديد التقوا مع الشخصيات الكبيره، وبعدين راحوا على الفا اوميجا. بالفا اوميجا شفنا الاشياء هاي كلها. طلع هذا الوقت كله ريكتوفن الكبير هو زومبي ريكتوفن، بس زومبي ريكتوفن هو نفسه روحه، روح ريكتوفن اللي كانت بالام بي دي. ما ادري والله، اقسم بالله مخي جاي له ايرور، جاي ايرور، ما قاعد استوعب. وزومبي ريكتوفن هو اللي قاعد يتواصل مع ستولينجر، يعني طول هالوقت اللي كان يتواصل مع ستولينجر هو زومبي ريكتوفن. وزومبي ريكتوفن شفناه بشادو في ايفل لما نستعمل التليبوتر بذا جاينت او كينو ديرتوتن، اظن نشوف وجه زومبي ريكتوفن. طلع زومبي ريكتوفن، هل دكتور مونتي هو اللي يتحكم بزومبي ريكتوفن، ولا زومبي ريكتوفن هو شخص لحاله قاعد يخطط شيء مبين انه شرير وقاعد يخلي شخصيات ترانزيت بكول اوف ذا ديد يمشوا على خططه او يسووا له شيء معين، شيء ما حد متوقع ابدا، شيء ما كان ابدا حد متوقع انه زومبي ريكتوفن يكون له دخل بالقصه، قاعد يخلي شخصيات ترانزيت يسووا له شيء ما ادري الصراحه. اوكي بعدين عندنا الشيء اللي بعدين غير زومبي ريكتوفن. نيكولاي قاعد يكلم الاطفال، قاعد يكلم سامانثا، عم بيحكي لها انه الجنون على وشك الانتهاء، بس باقي نتخلص من شخص واحد، الشخص المتسبب في كل هالشيء، الشخص المتسبب في كل هالشيء. وقاعد يحكي لها انه فقط انت اللي فينك تتخلصي من الشخص المتسبب بكل هالشيء. الحين انا للحظه من اول ما شفت الفيديو قلت ايه الشخص هو دكتور مونتي قاعد يتكلم، بس بلكي قاعد يتكلم على زومبي ريكتوفن. ممكن زومبي ريكتوفن هو الشر الاعظم بهالقصه، لانه اظن زومبي ريكتوفن هو ريكتوفن اللي كان بالقمر بالام بي دي، كان بالايثر المظلم لفتره طويله، مشان هيك صارت روحه فاسده. فهم هذا قصدهم، زومبي ريكتوفن هو ريكتوفن اللي روحه ظلت موجوده بالام بي دي. وفكره لو فكروا فيها منطقيه، نحن مثل تركم ريكتوفن، زومبي ريكتوفن اجا ولمس ريكتوفن الكبير واختفى وودى روحه لروح ريكتوفن الكبير فطول هالوقت. طيب اوكي، وشادو مان شو دوره كمان؟ كم شرير صار عندنا في القصه؟ دكتور مونتي، شادو مان، والحين زومبي ريكتوفن. اكيد زومبي ريكتوفن له دخل بدكتور مونتي او شادو مان اكيد. فالحين نيكولاي عم يحكي لسامانثا انه انت نستعملك لنتخلص من الشخص المتسبب بهالشر كله،
قصده على دكتور مونتي صح؟ ولا على زومبي ريكتوفن؟ أظن دكتور مونتي، لأنه واضح إنه زومبي ريكتوفن قاعد يشتغل لوحده، ولا ما كان نيكولاي أخذ الأطفال وخلى باقي الشخصيات مع زومبي ريكتوفن؟ أكيد ما يدري إنه هو زومبي ريكتوفن. زومبي ريكتوفن راح معهم على ألفا أوميجا وسوى هالخطوات كلها معهم، هو متنكر، أو ممكن مو متنكر، ممكن هو ريكتوفن الكبير مفكر حاله ريكتوفن الكبير، بس في مثل جني بداخله اللي هو زومبي ريكتوفن احيانا هو اللي يسيطر عليه. فممكن عندنا شخص ريكتوفن الكبير ما يدري انه في داخله روح شريره اللي هي كل شوي تطلع تتحكم وتتواصل مع ستولينجر. فالحين اللي قاعد يصير بترانزيت او اللي قاعد يصير بكول اوف ذا ديد قاعدين يسووه، اظن ما عندهم فكره في شخصيات الصغيره والكبيره، قاعدين يمشوا من وراء تحكم زومبي ريكتوفن، قاعد يخطط لشيء مختلف كليا. والله يا شباب ما ادري يا اخي كيف راح تنتهي القصه وفي كل هالتفاصيل. يعني هم زادوا كتير تفاصيل واشياء، يعني مثل ما بيحكوا زادوا الاسئله عن الاجوبه، صار عندنا اسئله اكثر ما اعطونا اجوبه. شيء مش للعنوان واضح انه ايثر اند، نهايه قصه الايثر. ما ادري والله صراحه ما ادري وشو شخصيات صح. وبس لفكرك خلينا نلقي نظره على كول اوف ذا ديد. كول اوف ذا ديد ما فيها ثلج، الجو فيها نوعا ما غروب احلى. والله اوكي ما في ثلج، تغيير لكول اوف ذا ديد. وسولينجر عصب لما رسم انصب ريكتوفن. واسمعوا صوت ريكتوفن، خلينا نسمع صوت ريكتوفن. ثانك يو سامي، اي موفد. صوت مخيف اقسم بالله، صوت مخيف. قال له شكرا سامي اللي هو سولينجر، انا I have moved أو أنا تغيرت. ما أدري إيش صراحة، ما أظن شخصيات ميتين، واضح إنهم سكرانين. وهالمودم هذا النبيذ الأحمر أظن إنه قاعد يطلع من الكاسات. يعني دائما عم يورجونا وجه زومبي ريكتوفن من بلاك أوب 3، نشوف وجه زومبي ريكتوفن حاليا طلع له خص آخر شيء في القصة. واو. إيه شباب هالفيديو اليوم، أتمنى يكون عجبكم، أتمنى من نهاية الفيديو لا تنسوا تدعم الفيديو بزر اللايك، وأتمنى الكل يشارك بالتعليقات تحرياتكم. نبي التعليقات تكون عبارة عن تحريات، شو بتظنوا زومبي ريكتوفن هاد مع دكتور مونتي شادو مان أو واحد مستقل لحالة، هل شرير أو كويس؟ أتمنى تفيدونا بالتعليقات، وأتمنى كمان تدعم الفيديو بزر اللايك. وبس كان معكم شركيات وشركة كيش، كم ديها التاني إن شاء الله، مع السلامة.